هي الساعه كام دلوقتي؟ العاشره مساء، والست المصونه والجوهره المكنونه مراتك لسه ما شرفتش. يمكن هتبات بره يا ماما. تبات بره؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ انا ما عنديش حريم يتاخروا بعد الساعه 2 بالليل. جدع شاطر راجل. بصوا بقى، كل واحد يحط لسانته في بقه. البنت بتاعتي واخده اذن مني. واخده اذن منك على اساس ايه يعني؟ انها رايحه الجامعه، رايحه تشتري كتاب، وانا دوري ايه؟ الدور الجاي ان شاء الله. في صوت على البيت. بس ما حدش اتكلم، انا هتصرف. الحياه بقى لونها بامبي، وانا جنبك وانت جنبي. بامبك ايه يا هانم؟ كنت فين لغايه دلوقتي؟ كنت عند الكوافير. عند الكوافير؟ ايه الكوافير اللي بيشتغل فتره مسائيه ده؟ قصدك ايه يا عادل؟ قصدي انك انت بتكذبي يا رانيا. بصراحه كنت بكذب، بس كذبه بيضه. مش كان بامبي من شويه؟ هو لا ابيض ولا بامبي. سناء شوفي لي لون كذبها ايه. دوري لي كده. انت بترفعي مقاسات، ما تخلصي يا سناء. لعلمك بيبان باقي الصبر يا عادل. مراتك كانت في ميعاد مهم وما خبيش عليك. الحالة خطيرة خطيرة، لازم نبطر القلب. قصدي كان يهمها قوي انها تبان انها جميلة مع اللي كانت قاعدة معايا. عادل خرب عقلك، انت عرفتي ازاي؟ مكياجك اللي معمول الساعة 1 الظهر، وشعرك اللي لسه مظبطاه ما بقالكيش ساعة، وريحة البرفيوم اللي طالعة وناشعة منك، والجزمة مكعبة عالي ما بتلبسهاش غير كل 3 سنين مرة في المناسبات الرسمية، لأنك بتخافي تدلقي وأنت ماشية بيها. كل ده عاملاه ليه؟ راح تجيبي عيش وخضار. كنت فين يا هانم؟ وقولي بسرعة. ما كنتش في حتة. ما كنتش يعني مش هتقولي؟ هخلي سناء تعرفلي كنت فين. هتقولي ولا خلي سناء تتصرف؟ لا لا لا، اوكي. انا هعترف يا عادل، بس لو سمحت انا عايزه اقعد معاك في جلسه منفرده في مغلقه. جلسه منفرده مغلقه؟ بعد اذنكم يا جماعه فضولي الصاله، فضولي ولا اقول لكم خليكم. احنا هنخش جوه نشوف كانت فين. اتفضلي. دلوقتي بقى هانم، انا عايز اعرف كنت فين ومع مين. أنا كنت مع الشهرة، مع المجد، مع الفلوس، مع الثراء الفاحش. الثراء الفاحش؟ كنت مع مصباح علاء الدين يعني، ولا كنت مع علاء الدين نفسه؟ لا، كنت رايحة أقدم في محطة اسمها تاتا تي في، محطة فضائية. تاتا تي في؟ دي غير تاتا خط العتبة؟ لا، هي محطة لسه بادية، فهم مسمينها كده اسم تجاوزي يعني. محطة صغيرة، وأنت رايحة تعملي إيه في المحطة مع المحطة الصغيرة؟ رايحة ترضعيها؟ لا، كانوا طالبين مذيعات فروحت أقدم. روحتي يعني تقدمي كمذيعة ولا كضيفة؟ لا طبعاً كمذيعة. يا سلام، وأي واحدة معديها في الشارع كده يطلع في دماغها تبقى مذيعة، تقدم تبقى مذيعة. يا سلام. على فكرة بقى يا عادل، أنا طول عمري متحدثة رسمية ومتحدثة جيدة جداً، ولعلمك بقى أنا كنت بقود الإذاعة المدرسية وكنت عنصر نشط فيها. عنصر نشط في الإذاعة؟ يعني كنت إيه يعني؟ كنت اليورانيوم بتاع الإذاعة؟ بيبي بليز، أنا محتاجك دلوقتي أكتر من أي وقت فات، إنك تعضدني وتساعدني أطلع سلم مجدي. وتطلعي سلم مجدي ليه؟ افرضي مجدي ده اتضايق مثلا، ولا قال مين اللي طالع على السلم دلوقتي، ولا كسرت له سلمة، يجي بقى يصدرني مثلا ويقول لي لو سمحت مراتك هي اللي بوظتها، تعالى صلحها. هي يا عادل بقى بليز، أرجوك بقى، مش عايزك تفضل كل شوية تحطم في طموحاتي. طموحاتك إيه؟ أنا مش فاهم، كل شوية يا رانيا يعني ارحميني، كل شوية تطلعي لي بافتكاسة. طب انت عارف بقى الافتكاسه دي لو ضربت معايا هاخد كام؟ انا مش عايز اعرف، انا ضد المال وضد الشهره. اوكي يا عادل، عموما هي لو ضربت معايا هاخد 10,000 جنيه في الشهر. ايه 10,000 جنيه؟ بصي يا رانيا، يعني انا ممكن اساعدك يعني، مش كمراتي بس، لا يعني انا واثق من امكانياتك. ومجدي ده لو ضايقك ولا حاجه وانت طالعه السلم صدرهولي، انا اساسا ماسك عليه حاجات يعني. يلا. طب بصي يا بيبي بقى، انا محتاجاك تقف جنبي على اساس ان انا ايه، اول مره في حياتي هقف قدام كاميرا تلفزيون، فمحتاجه يعني اعمل بروفات حيه كده كمذيعه وسط جمهور وكاميرات، على اساس يعني اجرب نفسي في اداره الحوار. حبيبتي ما تقلقيش خالص. بصي، انت بالنسبه للشغلانه دي محتاجه فيها كاميرا، ومحتاجه فيها شويه جمهور، ومحتاجه فيها، بصي، اي توجه اعلامي انا مسؤول عنه يا ماما، انا اللي هدير لك كل شغلك، ما تقلقيش. 10,000. صورة عائلية، صورة للذكرى. صورة عائلية. يا عم حمضها، انسى بقى انك انت فوتوغرافي، ركز في الفيديو. راني خليك واقفة هنا على ما اشوف اي زبون مثلا تتكلمي معاه ولا حاجة. اوكي. مساء الخير.
ايه حضرتك يعني ممكن تصور معانا؟ تصور معاك بمناسبه ايه؟ صاحبي قريبي اخويا اللي اتحبس. الف سلامه، ان شاء الله يخرج بسلامه باذن الله. انت فاكرها صوره هتحطها في تابلو الميكروباص بتاعك يا استا؟ ميكروباص يتعال الوجيعه، هم حجزوه عشان عليه مخالفات. طيب ما دي حاجه كويسه قوي. حضرتك احنا ممكن نعرض المشكله بتاعتك عندنا في البرنامج. بجد؟ بجد. عارف اللي واقفه هناك دي؟ دي الاستاذه المذيعه الاستاذه رانيا. وانا الاستاذ حمادها مدير عام الكاميرا دي وبشتغل معاها. اهو اتعرفت بالناس كلها. يلا خش يا رانيا، خش يا رانيا. الف لا باس يا اختي، واحد ينزل لقبله المذيعه حته. انا سواليد عادل. عادل مرتبكه مرتبكه عادل مرتبكه يعني. طب مكياجي مظبوط؟ المهم ظبطي عقلي. ظبطيها وخش خش خش خش. شعري 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 حلو. هايل هايل، عندك جل يكفي خمس ستات. يلا خش. ما تخلصونا يا اخوانا. الشيشه حته. انا يا استاذ. معقوله يا استاذ حمادها؟ يا استاذ حمادها الشيشه ايه اللي انت عايز تشربها؟ ما ينفعش اثناء الشغل يعني حضرتك، هتصور ازاي؟ هو انا يا ابني اللي بصور؟ احنا مجرد اسباب. دي كاميرا فيها زر، تدوس على الزر الكاميرا تصور على طول. الله الله، احترم وجهة نظرك. طب دولا ما تخلي الكاميرا دي بقى تستضيفني. تستضيفك كايه يعني؟ كانسان. انت انسان؟ هنكذب من الاول كده ومن اول حلقه نكذب على المشاهدين؟ يا اخوانا خلصونا. حاضر حاضر، خش يا رانيا خش يا رانيا. حاضر حاضر. أعزائي المشاهدين، عزيزي المشاهد اللذيذ الفظيع، هنقدم لكم النهاردة أولى حلقات برنامجكم الممتع قاع المجتمع. قاع؟ قاع دي منظرها شتيمة. لا حضرتك شتيمة إيه؟ هي تقصد يعني إنك أنت شاب من الآخر يعني. اتفضل اتفضل. إذا كان كده ماشي، اتفضلي يا أختي. ومعانا نموذج سلوكي نتعرف بيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وليد استبن أول فيصل، أحب أصلح الملحوظة اللي قالتها الأخت المذيعة. أنا مش سروجي، أنا سائق ميكروباص. وبابي الأستاذ استبن هل كان بيشتغل فردة كاوتش؟ فردة كاوتش؟ إيه العفشة اللي جاية تدبدب فوق دماغنا دي؟ لا 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 لا، مفيش حاجة حضرتك، دي يعني أصل هي مذيعة كوميدي يعني، واعتبرها زي أختك يا سيدي. عادي جدا، مش ممكن أختك تقول لك مثلا تكلمك أي كلام فارغ يعني، أنت تقول لها اعملي لي شاي يا أختي مثلا، فهي تقول لك هو أنت أكتع ما تعمله لنفسك. مش بيحصل؟ بيحصل صراحة. خلاص اعتبرها زي أختك يعني، ما حصلش حاجة. الشيش يا ابني. حاضر يا أستاذ. معقولة يا استاذ حمادها؟ ما ينفعش. معقوله هتضرب شيشه دلوقتي مع حضرتك؟ الدخان هيطلع على الكاميرا يغطي على وش رانيا يعني. اهلا اهلا، والله كويس انك جيت. انت ابن حلال، يا ريت تدوس لي بقى على زر الكاميرا عشان تبدا تشتغل. إيه ما كنتش بتصور من الصبح؟ لا والله لحد دلوقتي لسه. حاضر ادوس لك. ادوس انا؟ ادوس. تدوس ايه؟ انت عمرك دوست على زراير؟ ماشي خلاص. يلا يلا خش خش خش. لو سمحت كلمنا عن مأساتك يا أستاذ استبن. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بس اشتغل سواق في على ميكروباص ترس هرم. في يوم من ذوات الأيام الأسبوع اللي فات قبض على العربية، بناشد السيد مساعد مدير الشرطة بتاع منع مراد إنه يفك حصر العربية عشان عليها 500 جنيه. إيه ده بس؟ بس مش ممكن، ده 500 جنيه قليل جدا، ده أنتوا بتكسبوا أكتر من كده بكتير، ده إذا كانت الأجرة لوحدها ب 40 قرش وكمان ما بترجعوش البريزة الباقي. ما معيش فك يا أختي. يا سلام، هات لي باين، هات كبريت، ما أنا عايزة حقي. مش عاجبك انزلي. ابعت باقي خمسة يا أسطى. على قول الكوبري يا أسطى والله. أنتوا جايين تقلبوني هنا بقى. ما حدش ليه حاجه عندي. يا استاذ وليد يا استاذ وليد، اهدى حضرتك يعني. هو البرنامج بتاعنا ده بيتكلم عن الواقع يعني، زي ما ناقشنا السلبيات بتاع سواقين الميكروباص، بعد الفاصل ان شاء الله هنناقش السلبيات بتوع الركاب اللي بيركبوا الميكروباص. اذا كان كده ماشي، بس انا عاوز اتكلم عن مشكله الكنبه الورانيه. براحتك، اتفضلي اتفضلي. مبدئيا كده الكنبه الورانيه 3. بسم الله الرحمن الرحيم، الكنبه الورانيه 4. ما تعاندش وما ترخمش، الكنبه الورانيه 3 والا هنقعد متزنوقين. متزنوقين؟ طب ما تيجي تسوقي مكاني. يا استاذ يا اسطى معلش يا رانيا يا رانيا، النفر الزياده ده انا ادفعه انا يا ستي. يا عادل انت كده بتعلمهم الجشع. جشع؟ لا كده بقى اللقاء ده خلص بقى. حضرتك هي ما تقصدش يعني، هي ما تقصدش، هي تقصد يعني ان هي زي اختك يعني، انت مش ممكن تتخانق مع اختك طول الوقت، بتتخانق معاها وتقول لك يا منيل وبتاع، مش ده اللي بيحصل؟ بصراحه بيحصل. خلاص بقى يا اسطى عديها، ها
هات شايل اللص عشان يعديها يا ابني. انا يا استاذ. خش يلا يا رن، خش يلا يا رن. وبالنسبة للهباب والعدم الاسود والحاجات والدخان الوحشة اللي بتطلعوها اللي دبحتونا وقرفتونا بيها. ايه يعني اصرف لكل راكب انبوبة اكسجين؟ وايه المشكلة؟ ايه المشكلة ان انت تجيب انبوبة اكسجين تلف على كل الركاب ورا بعضيهم؟ ايه هنصرف عليكوا بقى؟ ايه ده؟ انت ما تحترم نفسك يا انت مش عارف انت بتكلم مين ولا ايه؟ انا هكون بكلم مين؟ تاكسي العاصمة بالاصفر اللي لابسهولي ده؟ اوعى يا تاكس، اوعى يا رانيا. يا رانيا يا رانيا حضرتك ليه بس اعصابك يعني سايره طول الوقت؟ يعني اهدى ما يجراش حاجه يعني زي اختك برضه. زي اختك احترم نفسك انت يا حيوان. يا انت انا حمرمطك حيوان. لا 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 قول لي حيوان. لا انت كده بقى عندك حق يا عم، انت تطلع دلوقتي على الاسم وانا يا عم هشهد معاك على قله ادابها هي وجوزها. بس يا حيوان اسم ايه ده؟ انا حق اخده بدراعي. يخرب بيت دراعك، ده راح اكسر لك دراعك من غضاريف وحب صحر من البتاع. بقولك ايه، عادل طلع الواد ده بره، هات واحد تاني، هات واحد تاني يا عادل. واحد تاني؟ واحد تاني ايه واحنا كوبايات؟ انا عارف. انا لو منك ما اسكتش. يا عم يا عم حماده، انت معايا ولا معانا؟ لحظه واحده، طريقك فين يا قصه؟ هرم. تنزلنا اول الكوبري. ماشي. يلا بينا. ايه ده؟ طب وايه، هتسيب العده وتسيب الكاميرا؟ لا بقولك ايه، الكاميرا دي رجعوها لاصحابها وخد الرهن، وانا هرجع لشغلتي القديمه تاني. ايوه واحد فيصل، واحد فيصل. عاتب 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 ارفضي. يبقى انا اللي هصور يا دولا. يبقى عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن، مستقبلي الاذاعه اتضرب. لا 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 لا، على فكره بقى انا حاسه انها مكيده من احدى المذيعات المنافسات المنافسنات. بص يا رنا يا حبيبتي، احنا لازم نعترف بخطأنا. الجماعه بتوع المحطه دول مش عايزين شريط يعرفوا من خلاله انت تنفعي تبقي مذيعه ولا لا. خلاص المساله دي سهله جدا وفي ايدي. انا هخليهم يتفرجوا على شريط ما حصلش وانت مذيعه ما حصلتيش. اوكي اوكي. طب بقول لك ايه، هو مطلوب ستايل معين ليا كمذيعه؟ حبيبتي انا هخليكي تعملي كل الستايلات وهم ينقوا. اوكي اتفقنا. اوكي. فتحي ميك اب مظبوط شعرك؟ اوكي اوكي. طب خلاص خلاص اوكي يلا يلا. وان اعزائي المشاهدين، من احد طوابير العيش ابو خمسه ساغ الطويله جدا، توقفنا لنسال الواقفون في الطابور المنتظرون في الشغف. تعالوا معايا بالكاميرا. حضرتك بقالك قد ايه واقفه في طابور العيش؟ بقالي 3 ايام وسايبه البيت يضرب يقلب. طب ليه حضرتك ما بتحاوليش تشتري عيش من ابو نص جنيه، وده يخليكي تهتمي ببيتك اكتر بدل ما انت متدهوله ومتحببه كده؟ احنا بناكل 20 رغيف في اليوم، في نص جنيه يبقى 10 جنيه، في 30 يبقى 300، وجوزي بياخد 300 جنيه في الشهر. هناكل خضار ولحمه منين؟ هنا تظهر المشكله الحقيقيه. المشكله مش في العيش، المشكله في اللحمه والخضار. انا اقتراحي عليكم ان احنا نعمل طابور للحمه والخضار. معنا نموذج اخر حضرتك. او لا 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 نو جامي، انا مش معقول ابدا اكل الرغيف العيش ده، بلديون خالص. انا بشتري العيش ده علشان انا اكله للفراخ اللي بربيها في المنوخ. معقوله؟ معقوله حضرتك بتشتري العيش عشان تاكلوا الفراخ والشعب ما ياكلش عيش؟ هو بيان سور. اولا انا لما اشتري العيش ده واكله الفراخ بتاعتي هتكبر وتربرب، وبعدين انزلها في السوق والناس كلها تاكل الفراخ ومعيش. وجهة نظر اعزائي المشاهدين، احب ان شاء الله اتبناها في حلقه لوحدها. تعالوا نشوف النموذج الثالث حضرتك. بصراحه انا واخده طابور العيش ده حجه، كل ما حد يسال عليا في البيت اقول لهم ان انا واقفه في الطابور. بس انت حبيبتي فعلا واقفه في طابور العيش. اصل بابا جه النهارده ورايا بيراقبني. وده نموذج اخر بنطرحه للشباب الطموح جدا. معانا نموذج رابع حضرتك. لا مؤاخذه يا بنتي ما تاخذنيش، اصل انا مليانه امراض كتير وبتعالج في الاسبيتاليا الامير اللي على الناصيه ديت. بصي بصي الدواء، شوفي الدواء ادويه قد ايه اللي معايا، شايفه؟ وقالوا لي لو عايزه سرير تباتي عليه هاتلنا كل يوم 10 ترغيفه من الفرن. بصي الادويه، بصي الادويه يا اختي. ما تاخذنيش يا بنتي. ومضطرين ننظف طبعا.
وده اندماج ما بين وزارة الصحة ووزارة الإسكان. هنشوف نموذج رابع معانا أو خامس. انت فين؟ وانت يا بنوتة يا أمورة يا حلوة اللي موقفك في طابور العيش؟ مش انت اللي قلتي لي اقف هنا يا ماما؟ ايه يا ياسمين؟ في ايه يا ياسمين؟ استاذ رفعت هنشيل ده في المونتاج. اوكي اوكي 1 1. والتقينا دلوقتي هنروح للفرانين المسؤولين عن العيش ابو سام. الحلوة دي يا بتعجن في الفجرية وديك بيدا كوكوكوكو الاسطعطية. سوري. والتقينا دلوقتي مع العمال الناشطين جدا. حضرتك نتعرف بحضرتك؟ انا الاسطعطية. وحضرتك انت؟ وانا اديك كوكوكوكو. عايزين نعرف منكم يا جماعه ليه العيش قليل؟ ليه العيش ما بيكفيش الشعب؟ بصي هو حضرتك يعني كل فرن عندنا ليه حصه، يعني احنا النهارده خدنا الحصه بتاعتنا. ايه ده؟ انا ما خدتش الحصه، انا ما خدتش الحصه. انت كام الحصه يا ده؟ 7 الصبح. يا ما قلتليش ليه؟ هقول لك بعدين. بقول لك انت اهو، انا مش عايزه اعمل اوعه، انتوا هنا علشان هتقولولي انا عايزه النهارده في البرنامج بتاعي احل مشكله من مشاكل الشعب كله. ايه ده الست دي؟ ده هتخلينا كده اهو يعني نقول كل حاجه ولا ايه؟ يعني من غير ما نقصد يعني ايه الست الجامده دي؟ ايه ده ايه المذيعه الجامده جدا؟ ما تقفرش جامده جدا. عايزه اقول لك ان البرنامج بتاعي ما بيرحمش. حضرتك يعني انا هقول لك بمنتهى الصراحه، يعني هي الحكومه ما قصرتش، الحكومه ادتنا دقيق يغطي المنطقه اللي احنا دي فيها كلها يعني، وبعدين يعني احنا بناخد صراحه نص الدقيق ده، وبعدين احنا بنبيع نص الدقيق ده يعني، وبعدين حضرتك ده الرغيف ابو 5 ساعات، ده الرغيف ابو 5 ساعات، ده الرغيف اللي هو ابو 5 جنيه، بص حضرتك ده قد ايه وبص حضرتك ده قد ايه، فاحنا بنبيع نص الدقيق في الخباثة من ورا الحكومه. فبس يعني لا الصراحه بقى تتقال، احنا بنبيع 3/4 الدقيق في الخباثة يعني، والربع بس اللي بنوزعه وبنعمل بيه العيش ده اهو. يلا لازم تقول كل حاجه بصراحه. يلا طب يا جماعه من غير خناق تفتكروا ايه الحل معانا؟ يعني احنا بنطلب من الحكومه يعني ان شاء الله وربنا يكرم باذن الله، يعني ان الحكومه ما دام عارفه ان احنا كده بنسرقها يعني، فهي الحكومه تزود الدقيق عشان احنا نسرق براحتنا والشعب ياكل برضك يعني. أعزائي المشاهدين، بكده نكون حلنا مشكلة رغيف العيش في الحلقة دي. أشوفكم في الحلقة الجاية. والحلوة دي قامت تعجن في الفجرية باين لي دي اوكي. لا بص يا فتحي، خش زوم اوت عليها، زوم اوت، خش عليها فتحي بقى. طب اوكي خلاص يلا. 1 1 1. مناحة شوارع القاهرة العامرة بسكانها السائرين طول النهار رايحين جايين خانقنا كده، التقينا بأحد المواطنات حبينا نروش عليها. تعالوا معايا. حضرتك مزموزيل، انت ايه اللي ماشيكي يعني دلوقتي؟ انا مدام مش مزموزيل. طب يا مدام يعني انت ايه اللي ماشيكي في الشارع؟ انا موظف هيئه النقل والمواصلات حضرتك، وكنت بدور على مواصله اركبها عشان اروح وظيفتي. مفيش اي مواصله بتخدم على المكان دوت اللي احنا فيه. احنا بنشهد المسؤولين في كل حته في مصر ان هم يخدموا على المواصلات على المكان اللي احنا فيه دوت. خلاص يا امي خلاص، هنقابل حد تاني في الشارع. مين معاك حضرتك؟ نعم. ايه اللي ماشيكي دلوقتي في الشوارع؟ رحت اشتري طلبات لجوزي وعايزه اروح، مش عارفه لا في تاكسي ولا اوتوبيس ولا حاجه. اوف ده ايه ده؟ اف زهقوني. تعالي يا ماما، تعالي ماما. انت ايه اللي ماشيكي في الشارع لحد دلوقتي؟ انا كنت مزوره من الجامعه مع تامر صاحبي، وبعد كده اتخانقت معاه، قام الواطي منزلني من العربيه وقال لي روحي لوحدك. شايفين الناس مش ممكن. مش حبيبتي انت ايه اللي ماشيكي دلوقتي؟ انا مش معقول، انا واقفه تحت الشجره بقالي ساعه والشمس حاميه خالص ومستنيه الميكروباص، ما جاش لحد دلوقتي. طيب يا موز يا امو، تعالي يا شاطره، تعالي يا حبيبتي، تعالي قولي لي يا شاطره يا اموره، انت ايه اللي ماشيكي في الشارع لحد دلوقتي؟ مش انت يا ماما اللي قلتي لي روحي جاي روحي كده يعني؟ يا ياسمين حرام عليكي، كل مره بقى تبوظي لنا المقدي. يو اوعي. معلش يا استاذ رفعت، انا اسفه، هنشيل ده في المونتاج. طب هنكمل خش عليا.
أعزائي المشاهدين، إحنا شفنا دلوقتي إن المشكلة الرئيسية للشعب هي المواصلات. يا ترى إيه الحل؟ التوك توك. التوك توك حلوة أوي المواصلة دي. أخيراً أخيراً هلاقي حاجة توصلني هيئة النقل وأروح الوظيفة في معادي. يا ترى التوك توك ده بياخد فيزا كارد عشان أنا ما عنديش فيليسيون. ماما أنا عايزة أركب التوك توك. حسبي يا ماما. حضرتك يعني كقائد مركبة توك توكية يعني شعورك إيه يعني؟ عدم المؤاخذة يعني ما احنا المركبة الكركوتكية اللي حضرتك بتقول عليها دي يعني انا مش عاملها مثلا عشان يعني غاوي يعني لا ولا عشان انا مثلا مش لاقي شغل ولا حاجة، لا انا عامل ده خدمة للشعب اللي مش لاقي مواصلة توصله، والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توك 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 توك. معلش يعني حضرتك يعني بتمشوا من غير رخصة ومن غير نمرة وده يعتبر مخالفة من الاخر يعني. رخصتي يا حضرتك اذا كنت انا مخالف ذات نفسي يعني، وبعدين ما يعني عدم المؤاخذه يعني الحكومه سابتنا نخالف وسابتنا نمشي، وبعدين هل الحكومه يعني عدم المؤاخذه وفرت مواصلات والناس سابوا المواصلات وجم يركبوا التوك توك 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 كده؟ يا جماعه هنبقى حطينا ايدينا على لب القضيه، تفتكروا بقى ايه الحل؟ خايفه عادي؟ لا بجد خايفه 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 يعني. يا حبيبتي ما تخافيش، انا مؤمن بموهبتنا واحنا الحمد لله بعتنا الشريط للمحطه بتاعه تاتا دي في، اكيد يعني هيعجبهم لانه مبذول فيه مجهود جامد جدا، ما تقلقيش خالص. عادل عادل رانيا جالكوا جواب من تاتا تي في. وطبعا انا فتحته وقريته كالعاده. طبعا جماعه جماعه مبروك عليكم، خدوا قروا الجواب واستمخوا واستمتعوا والليله ليلتكم، ويا رب دايما انا جلابه الخير. شكرا يا سناء. شكرا خليك يا سناء. ايه الهبل ده؟ ايه عادل لازمته الكلام ده؟ ما تقرا يا حبيبي. حبيبتي ده اللي مكتوب في الجواب. طب كمل. ايه العبط ده؟ ايه عادل بقى الالفاظ بتاعتي دي؟ عادل لو سمحت حافظ على مشاعري. هو انا اللي بقول حاجه من عندي؟ ده اللي كاتبينه. ايه الهبل ده؟ ايه العبط ده؟ ايه الرخامه والرزاله اللي انتوا فيها دي؟ انت ما تنفعيش تبقي مذيعه، انت اراجوز في سيرك، لو هوبت في شارع ماسبيرو اللي فيه التلفزيون هنديكي بالجزمه. بس لا لا لا، لعلمك بقى ده جواب تهديد من منى الشاذلي. طبعا خايفه اخد مكانها. مكانها ايه بس؟ مكانها ايه يا رانيا؟ وانت اصلا تعرفي مكانها فين؟ والحل دلوقتي يعني الحل؟ ما تقلقيش انا مؤمن بموهبتك، انا اللي اخرجت البرنامج وشايف ان البرنامج ده هيكسر الدنيا، حتى لو تاتا تي في مش عايزين البرنامج هنروح لمحطه منافسه، في محطه فسح تي في ممكن نديهم البرنامج اكيد هيعرضوه، وما دام اسمها فسح يبقى اكيد عندهم اماكن للبرامج دي. خلاص ماشي.